نائبة زبوشي لاميا. ها؟ ها؟ نائبة زبوشي لاميا. مزرعة التقصات يا أسفة. Let's go to the reaction. مغربي خرج بيدي عامل. صعب يفهم تلقى علب. خوان. نمرة غدا نمرة. تفعل عم وش كيدين؟ السبب في خسارته. What the fuck؟ يا بس زعما قوس عليهم من عند جمهور الكونغو. ايه ضربة عباس خايبة تنتقدو شي حتى راه هنا فين بقات كتخسر كيطيح عليك انت كاع الهجوم فهمتو. هاد المعركة اللي وقعت ما بين المغرب ومصر مع داك مع أوناحي شنو قال ليهم في الفيديو اللي كنت خليت لكم ديجا سابقا وهذا الشيء كامل يكون دابا حتى شي واحد فيهم ما ذكر شي تعليق على الاوبينيون يعني حرية التعبير رأي عطى السيد رأي ديالو. نادو كاع المصريين تي هجموا عليه هما دابا خرجوا بقينا حنا يلا ايوا شكون دبل عليه كريتيك ما استقعدش لك هادي بعدا هادي هاك من هاد المنبر هاك هادي حتى شي واحد من كيعلم الغيب الا الله سبحانه وتعالى هادو ما كيديروش علم هادو كيديروا التوقع وماشي توقع كيديروا لك خطط مدرسة مسبقة باش انهم يديروا لك ديك البلان الناس اللي باقيين شي شويه ما قارينش ما فاهمينش لهاد الدومين يقول وا بصح خطنا هادي قالت هادشي راه وقع ولا قالت شحال هادي راه فيتنا كينوضون بين امم وقبائل والشعوب استغفر الله الله يقتو يقالك كل مره كان كيشوف في هاد القرعه وغايشوف زعما ديك البلان ديال كل واحد كان يضرب لي بيلانتي بحال واحد الجول فكرنا فيه واحد الماتش نتيجه ساتالانا او باي باي انا هيد باك مصر تودع البطوله واه هادشي اللي كتبنا لكم كاع المصريين كاع المغاربة زايين دابا ما عرفت علاش سير على شو كاين فرق قالك الضحكة مع رجليك كيفاش دايره الانسجام كدا شوفوا المدرب الاخر كي كندير فيه لا حول ولا قوة الا بالله كورة راه تيرا بالعقل راه ماشي يبقى مكنز مع اللعابة ديالك صاحبي كون كرة كاع ما غاتكون ايكيب عندها واحد روح فريق حيت هاك ليلتهم سودا هاد الجوج ونقولو الجول بعدا راه بيلانتي غزهر اغلبيه الكواله ما تيكونش مدربين اكزاكتومون على بيدانتيات وفي ديك الموقف كاع واخا يكون مدرب في ديك الموقف راه الخلعه راه غادي جمهور شحال 60000 واحد 188000 واحد كيتفرج في ديك كور ديفوار غادي انت غادي تباركي راه تشدك تريد ضروري اما هذيك الزمره شي بحال لاعبين شكون غي سنيه لاعبين شكون غي طيح اكثر لاعبين شكون غيطيح كثر وي تا الماتش كامل داز التمرميد وخرج اليوم واحد بحمرة مازال راك عارف فين دير ديك القرعة يا ودي ابو قبل ابو قرع الحارس ديال مصر كل دقيقه كيبقى يطيح بالعاني وفاش وناحي قال الصراحه ما عجبهمش الحال هو الشيء اللي قلت لكم دابا هو قال الصراحه ولكن علاش مشاو انتقدوا حيتاش قال الصراحه الله اعلم لا حول ولا قوه الا بالله زيد
اللي عبد اللطيف توقع يفوز مصر بكأس الفل... اه مشى اها زي ما حكيت عن المغرب مشى ان شاء الله بجي انا بحتفل معاكم اه ان شاء الله بربي ايه الحلاوه دي يا باشا جايبين مغاربه بترول مصري وفي الكتشاس عندنا توكسيكا طالع اوكي اجنحه ديال الجنوب افريقيا انهارت آه الله يحفظ الله يحفظ الله يحفظ ربي السلام الطيارة زاد مرابط كيتسنف كان غيدوز عليا زوز بلاك يلا عذروه راه كتبوا ليه النقلة بلونجلي عاشو كتبوا لي المعلومات بلونجلي السبعة ال زعما السبعة ليفت يعني كنضرب بيلانتي ليفت و ار هير رايت واخا مكتوبش رايت هنايا لكن مع ذلك انا عرفت البلان ليفت رايت هادشي انا كتبوا لي النقلة بلونجلي ما عرفاش ها بس ها بس خايبة تغش لونجلي لونجلي سي لاخر راه فيه ماشي مشكل اللهم قوي ايمانك الناس اللي ما تفرجوش في الماتش ديال الميسي هاي الخلاصة ديالك جايبين اوناي هادي هي ما تفكرونا في هاديك بابي فوت اي بس ميني فوتبول سير على الله شنو هادشي وا سبحان الله هو شرف عيطا في العوني مشينا فيه وا دفا مستخدم لقطة على شوفوا هنا نوفل اشنو نوفل العوالم علقت 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 المروك 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 الكولس 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 وات لماذا تهول لقطة علقت علقت لا اقزع زدت لها دفور ما عطيتي جو شوف انت عامل ايه قاهر البشر بين قوسين قاهر الجزائر ماشي كلشي راه غير كترولاج كنضحكوا معايا غير كترولات جو الواقع وداكشي اللي كيدير بلا ما ندوي نو كومنت اعدام تيدي المغرب مكانش او فينا والله حرام يا بطل كيضحك وتيبكي ولد الحرام نعم 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 ها بس خايب انتقاد ولو عمرك تنتقد شي حاجه في البدايه خلي بعدك انت تشوف الامور كي غتوقع اما دابا هذاك النقاش هو اللي يعني ما حملتوش دابا كون ما داروش كاع من الديبار ما تنافسوش وما بقاوش ديك الاراء وبنادم والتراكون كانوا لعابه بواحد تلاقاو على قدو تاع مصر كامل هاجم لنا ونحي وحنا بغاونا نسكتو سبحان الله مش أخلاقية بليلي يد أبد المنتخب بيطي معي وهذا المعمو زين بدأ من أهرام عجبة يا أبو جبل أبو جبل أبو جبل أبو جبل أبو جبل أبو جبل تبقى تتقبل بيتا شق هق قلبت هير خلاهم يجريو كذا تستوي على الوجه الله عليك يا ابو جبل شي قواس جديد يا داول قواس جديد خرج الميدان بعد ثلاثة السوايع ديال التقواس وانا ما نبحثش بجوج لواحد حد زعما ديك النقطة تاع بيلانتي يو نو حب سلوح كنشوفكم صافي حيت غدير لنا كوبي رايت اصاحبي واه ما قادينا شي كوبي رايت صباح ما مساليش انا شكون نتوما وات فاك اش كديري واش الدري ايه ناري ناري ايه كلشي ولا افريقي ناري تلا عطاكم واه تلا هادو القصص ديالهم
هادي الافارقانيش ديال العهود ديالهم قديمه، ما كان شي واحد تبقى حيت ما تاكلو بنادم انا نسلم حيت سير. زيد زيد كوات طلع وراك تتي اغنيه ما غتسمعو دابا تخربيق زربيق زيد صافي من المايك قطعوا عليهم الصوت كاع عرفوا مغني من طلع وراك زيد ناطلي على اسهل ما يكونش عند المنتخب قوي رجال على جيبونا ولاد بطوله جيبونا ولاد بطوله ديما على القوات دي جي شفنا اوكي سالينا من هذا دوز فيسبوك مناعس جايب الله الليل كامل ومع ذلك كنغني بحال ناعس نهار كامل انت البيت نن البات انت البيت البات هادي تسطيا غي ديال دابا الغدر بدا لاصقي في المغرب والله يومكم تنبدلكم بالله وديما وديما صاحبي لاصقين فين ابدا السياسه وفي الكوره مرضى هاد البلاد يجي يتباعوا هنايا ويلي الضم والحقره والله ما كنا خليتكم في بالي علاه شي كتفرق فيهم هادين ابدي راه كاملين خاوه خاوه دوش علينا حنا راه مطلعين وصافي اكبر شعب كنتنمر والمغرب اكبر شعب كيتنمر على شي حد حتى حنا كنتنمر على ريوس انا كنتنمر على راسي غادي شي واحد اخر من بلد اخرى غير كيفوتوا المجموعات وقت ما شعلت التلفازه تلقاهم متعادلين واللاعبين اشواط اضافيه وشي لاعب فيهم طايح في الارض وا تصريح تاع اوناحي صدق بالصحه بلوتو ها وما كذبناش عليكم بعدا ياك الشعب المصري اما نفس داكشي اللي تقال في كومونت هو اللي وقع نيت بصح تلقاهم دازوا اشواط بيلانتيات خسروا ولا ربحوا المهم هذا هو السيستيم تاع مصر ما فهمتش منتخب مصر شمن تكنيك كيلعب كيلعب ضغط متاخر ما تكنيك ما والو هذا المغرب الاردن الاردن هي معليش خافوا لا القنوات الاسرائيليه الاردن ايه واش انا اسرائيلي ها اسرائيلي اسرائيلي مستحيل لا مستحيل ايه مستحيل نقدم ايه روح اردني يا اخي هيا هنا هيا هنا هيا روح ديما مغرب ديما مغرب وتحياتي للجميع وان شاء الله باذن الله غادي نتاهلوا الاردن تحياتي ان شاء الله نتاهلوا هذه قناه سن وشو الفرق شو الفرق يا عباد الله شو مغاربة كيفاش كيدوه الاخرين كيفاش كيدوه يا ربي انا انسان واش نصير هذا لا غيكون يا اما لصقوا لي وجهي يا اما هاد الدري كيشبه النصيري سبحان الله وسبحان الله والله مع كل عين عرفها وحفظها وعارف انا المفروض اعمل ايه سبحان الله نصيري يكون زير في مصر نائبة زبو شي لاميا ها نائبة زبو شي لاميا تجمع هذا هذا سولي برا ربنا الله ما كذبوا ايه برو شنو هذا تسجلنا اخي تسجلنا زعلي نو دربحنا يدعك براسو ما صعب واحد بلا وتو فاسون كنا عارفين جروب ما غتكونش فاسيل واخا لا بريس كيقولوا لا معلق هذا ماشي غير انا جو بريفير نلعب بلجيكا ولا نلعب زامبيا لافريك هو هذا لو بيت تقدر يدخل عليك بالتخرميز عندنا بروبليم زياش ما كيلعبش في الشمس لا الصولاي دغيا كيدوب غنتسنى لا دوزيام ميطون ندخلو شويه الا طاح الظل ايوا ميرسي وبسما او تو فاسون يلا بسلامة ديبر على طول حلمو لا دي ديجت حتى في المغرب خاسرة بزاف وفهمت ما حنا على فالك بعدا شوف هذا راه سميتو امين حارث
هو اللي كان راوغ بزاف في الماتش ديال الكونغو اصاحبي، بقى كيتفلسف حتى بقينا في التعادل، كنا نقدروا نربحوا بجوج لواحد. جات حدا بوطو في اصني، جات حدا بوطو بدا كي باسمي باسي البوفال كان خارج، ولا بوفال قال خرجوا بلاصين بافي شي باف سين باسي شي واحد خارج المنطقه، ولا كان قريب في داك الكاري دي زويت بدا كي فوتوكي ديال بحال هادشي باني راه شوف شوف هاك هاك اكزاكت حالة خونا يا انا الحاجه اللي بغيت نقول انا ما يمكنش نوصف لكم الفرحه حيت انا فرحان حيت المغرب ربح وصلنا الرابعين في العالم ودابا ان شاء الله عندكم دابا وديما مغرب ديما مغرب اذا هكذا الافراح خونا كيبوت راس غزاوي وعوده اليكم زملائي طيب. المغرب شكرا لك الاخضر نوالي كنت معنا انا الحاجه اللي بغيت تكرفص العربيه ديال بيان سبور المهم وحده فيهم بغات تو معنا سير على شكون قطع التسلل ولا لابس راه جا وداد مخيط وقبي وحده ما اصلا المغرب راه هو هذا راه جا الوداد راه بحال بحال حنا راه خاوي شنو هي خيط من شنو هي يمكنش والشمس خيط نص ولكن التيران طوب 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 واعر اه واعر التيران جيبوا ان شاء الله الرباح جيبوا الربحه نعاونوا عليكم اي بوصل هذا البطل يكون إن شاء الله عروسا في جنات النعيم هذه الليلة مع حور الحسان مقصورات في الخيام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اليوم عملية مسخنة في أعداء الله سبحانه وتعالى وأسأل الله أن يكون سبب أن مع طلعنا ومع السنغال حق مشى غير الحبيب أجنام وحيطان دس دس موريتانيا دس غيرهم كثير سكان بولايا السوداني بالقبلة والناس زفان عبيد فارس غيرهم الكثير عاودوا لي هنا ساهموا في هذا الانجاز حذري حتى السلام وصاحبي شنو هي لحظة إدراك ما بقى لينا على من طلعوها في كأس إفريقيا لحظة إدراك ما بقى لينا على من طلعوها في كأس إفريقيا تقسم كامل مصر تونس الجزائر كلشي كاع دوك الدول العربيه كاع الدول العربيه اللي كتشهد بهم السون دابا طرولات حق مساو ربي يستر دابا وما يخرجوا علينا دابا طرولات اول فرعون ضد الفراعنه اول فرعون ضد الفراعنه المهم فرعون ديالنا عرفناه ضد الفراعنه دوك او شيت يلا فهمتها اول فرعون ضد الفراعنه مصر زعما ديم بوي طرول عميق مرحبا بعودتكم مطار القاهرة الدولي مبنى الركاب بركة من التنمر على اخوتنا المصريين حشومة صاحبي كنا خالقين ضحكين زاهين في هذا الفيديو هذا عندكم تقلقوا ليش العيبة ما تنساوش واحد لايك سبسكرايب كومونتير زوين راني متحمس في هذا الصباح هذا واخا بقى من عش المهم نشوفكم حتى الفيديو الجاي وعشان كندير لكم المهم نشوفكم في الفيديو الجاي بيس اوت